اهلا بحضراتكم من جديد. بنرحب بضيوفنا نجوم تنس الطاوله في النادي الاهلي. طبعا ببتدي باسطوره التنس الطاوله الحقيقه اللي حقق انجاز كبير وال11 دوري هو كان موجود فيهم. برحب بالسيد لاشين. اهلا بيك يا سيد. اهلا بيك كابتن هيثم. طبعا ال11 دوري دول يعني اللهم لك الحمد. تمام. دول اللي عدينهم. عايزين 11 كمان. دول اللي عدينهم. قول يا رب ان شاء الله. برحب طبعا بمحمد البيلي نجم الفريق واللي كان له دور كبير جدا جدا في حصول الفريق على الدوري السنه دي. اهلا بك يا محمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن هيثم. يعني انجاز كبير 11 سنه ما شاء الله. اه الحمد لله. طبعا زي ما حضرتك قلت 11 سنه على التوالي فالحمد لله ربنا يكرم. حضرت منهم كام سنه؟ 11. بس ما شاء الله. ايه ده انتوا الاثنين 11 مع بعض ما شاء الله. دي حاجه. انا جيت يعني النادي 2004 2005 يعني كنا بنخسر 3 4 سنين كده ومن 2009 الحمد لله ما خسرناش ماشيين تمام يعني ما شاء الله. انت من يعني ال11 لقب انت حصلت بيهم ويمكن اكيد مر عليك برضو بطوله عربيه، اكيد مر عليك افريقيا، اكيد الحاجات دي كلها في السكه كانت معانا برضو. اه اكيد الحمد لله. يعني اخدت 7 بطولات عربيه واثنين بطولات افريقيا واثنين كاس مصر. طب محمد يمكن الموسم انت كلاعب بقى، احنا كنا بنتكلم على الجهاز الفني ليه رؤيه معينه، انت كلاعب بيبقى فيه فترات صعبه، كورونا جت انت قاعد في البيت، وزنك الفيتنس، عملت ايه في الفتره دي؟ والله الحمد لله. طبعا زي ما حضرتك قلت انا اصلا من المنصوره، كنت الفتره دي في المنصوره، كان انا من بلد اسمها سندوب. مركز الشباب بصراحه كان بيسمح لي ان انا افتحوا الملعب وكنت اجري فيه طبعا بالتنسيق طبعا مع الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي. فالحمد لله طبعا كنت بشتغل وببعت الفيديوهات يعني على الجروب، كنا عاملين جروب على الواتساب ما شاء الله. فالفتره دي كانت صعبه طبعا حضرتك قلت 6 شهور لحد لما الحمد لله يعني الواحد وقف على رجله والحمد لله قدرنا نشتغل. برافو عليك. الشغل الانديفيدوال ده مهم جدا جدا. الحمد لله. طب سيد انت يعني كنت معانا وبرده نفس القصه، والكورونا هي كانت اصعب فتره عليك. كانت صعبه. برده احب نعرف الناس عملت ايه. كانت حاجه صعبه ان الواحد مش واخد ان هو يبقى قاعد في البيت المده دي كلها، وكان يعني كان الواحد بيكتشف بيته اصلا مش بيكتشف حياته. الله ده العادي حاجه في البيت. في حاجات في البيت اصلا الواحد ما كانش بيبقى عارفها اصلا وموجوده امتى واشتريناها امتى والكلام ده. فركزنا شويه في الحكايه دي لان هم كانوا لو فاكر كانوا يقول لك اسبوعين ان شاء الله نصبر وهننزل نصبر. فاسبوعين جابوا اسبوعين. خدنا يمكن خدت اول اسبوعين ولا حاجه كده اللي هم ملتزم التزام كامل. تمام. ما بنزلش من البيت غير يا دوب السوبر ماركت وكده. بعد اسبوعين لما حسينا بقى ان ايه حاجه بتجيب حاجه واسبوعين بيجيبوا اسبوعين ابتدينا نتمرن. ويعني الحمد لله من نعم ربنا عليا كان واحد صاحبي عنده صاله وكده فكان بيفتحها لي اروح اتمرن فيها. محدش يعرف الكلام ده في السكرات طبعا. لا بقى هو لا تمام. لان انت لوحدك مفيش اي تبقى مفيش اي يعني احتكاك اجتماعي مع حد. فطبعا بالظبط. فكنت بروح اتمرن والحمد لله كانت يعني كنت محافظ على نفسي كده وانا عندي عجله في البيت فكنت بعمل على الفتنس بتاعي عشان رجلي على طول. الحمد لله كنت محافظ على الوزن ومحافظ على السنس شويه. طب في الموسم ده اصعب ماتش كان ليك ايه؟ يعني مش هنقول اسهل يعني نقول اصعب ماتش انت كنت قلقان وعامل حسابه. هي يعني هي شخصيات. تمام. يعني انا بالنسبه لي كل ماتش انا بلعبه صعب ايا كان المنافس اللي انا بلعبه ضعيف جامد لانه هو عنده طموح ان هو يكسبني. رب النشئ اتعلم من كلامك يا رب بجد. يعني الواحد يبقى بيتعامل مع كل الماتشات انها مهمه. ده اقول لك هي دي يمكن دي حاجه انا متربي عليها من زمان لان كل من وانا صغير يعني زي ما انا نفسي اكسب لعيب جامد اكيد برضو اللعيب اللي انا بلعبه لما انا يمكن اكون جامد بالنسبه له فهو نفسه عنده نفس الطموح والضغط عليا انا. تمام. انا المفروض ان انا احافظ لو انا بلعب سنجل ببقى المفروض ان انا احافظ على مركزي او الرانكينج اللي انا بعمله ولو بلعب في فرق لازم احافظ على اسم الفرقه اللي انا بلعب صحيح. فيها صحيح. فما بالك لما يكون اسم الفرقه الاهلي كمان صحيح. تمام. فموضوع صعب قوي. فكل الناس بتلعب يعني احنا بنقولها بالبلدي كده بايع القضيه nothing to lose ما مش فارق معاه حاجه. انا خسرت من سيد او احنا خسرنا من الاهلي فالموضوع بيبقى مفيش ضغط عصبي خالص. بالظبط. واحنا علينا احنا المسؤوليه وعلينا الضغط ده فالموضوع بيبقى صعب. فانت لو كمان زولتهم بقى بشويه استهتار وان انا الماتش ده سهل وان انا المفروض هكسبه وبتاع فالموضوع هيبقى يعني هيبقى بصعبها على نفسي. افهم من كلامك انه فكر الفكر المشكله ان انا اشتغل على فكري انا مش الفرقه اللي بلعبها ايه. انا ماليش انا بس. انا كسيد لاشين تمام ماليش علاقه خالص باسم الفرقه اللي بلعبها. تمام. انا بلعب المنافس اللي قدامي الكوره والمضرب حتى اللعيب اللي انا بلعب قصاده. تمام. يمكن اوقات كتير قوي يعني ما ببقاش مركز معاه. انا مركز في الفكر اللي جاي لي في الكوره في الدوران في السرعه في الحاجات دي ماليش علاقه انا بيه. حتى في لعيبه من عاداتها مثلا ان هم يستفزوك وانت بتلعب. تمام. بطرق مش معاك يا بشيدي الكلام ده. لا 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 مش معاك خالص. ولا في دماغي هدوء الدنيا ولا في دماغي
دول الدنيا ما عنديش الكلام ده مع حد تاني. اقطع البطاقه اخلص الماتش واتنرفز بعد كده، انما طول ما انا واقف على الترابيزه في مسؤوليه موجوده. ما شاء الله. يمكن محمد اجي لك انت يعني خدت تجربه الاحتراف، رحت الدوري التركي، الدوري البلجيكي وسيء كمان يعني، فانا عايز اشوف الاحتراف ده. وطبعا النادي الاهلي بيسمح بالحاجه زي كده عشان تكتسب خبرات وترجع. الموضوع ده فادك؟ اداك خبرات، اداك خبرات فنيه شخصيه؟ كلمنا عن تجربه الاحتراف. اه طبعا الحمد لله فادني، بالذات السنه بتاعت بلجيكا. انا كنت سبت الاهلي في السنه دي عشان بلجيكا ما بتسمحش زي تركيا، ففادني طبعا. هناك العيشه مختلفه بقى، انت حضرتك بتعمل كل حاجه، مهتم بس بتنس الطاوله، في سيستم هناك التمرين حوالي 6 ساعات في اليوم، فالنظام مختلف، فده فادني طبعا. فلما رجعت مصر اكيد كنت بخبره اعلى ومستوى احسن، واتطورت طبعا اكتر بكتير، والحمد لله قدرت ان انا افيد نفسي والنادي الاهلي. يعني تجربه بلجيكا جت بعد تجربه تركيا صح؟ اه يعني جت بعد دي تركيا. فيمكن تركيا كانت تمهيد لبلجيكا او رفعت مستواك شويه، رحت بعد كده. وبرده عايزين نوضح للساده المشاهدين انه حته ان تركيا بتسمح ان انت تلعب في الدوري التركي وتيجي تلعب برضه في الدوري المصري. بلجيكا لا، بلجيكا لا. اه يعني انا لعبت سنه في فنربخشه وفي تركيا اخذت برضه الدوري، ومع نادي ادانا نفس الكلام اخذت الدوري. ولما رحت بلجيكا بقى نادي ديست الدوري بتاع بلجيكا ما بيطبقوش اللي انت بتلعب في حتتين زي المانيا بتهيألي كده بالظبط كده. المانيا برضه كده، في دول معينه بتسمح وفي دول لا، فالحمد لله يعني. تمام. طب انت ما بتفكرش احتراف تاني يا كابتن، ولا تركيزك دلوقتي مع النادي؟ تركيز دلوقتي مع النادي عشان انا اوريدي ماضي فاضل لي يعني سنتين، زائد دلوقتي انت حضرتك عارف فتره الكورونا، فالسفر الفتره دي صعبه شويه، الدنيا واقفه شويه بره خالص في موضوع الاحترافات والكلام ده. وانت يا سيد برضو يمكن ليك تجربه في الاحتراف وفي اسبانيا كمان. تجربه طويله. انت رحت شمال شويه فوق. لا رحت اول حاجه خالص، اول مره احترف كان قطر. اه رحت دوري كان 3 اسابيع. انا فاكر اسبانيا ده كان 3 اسابيع، ده كان من زمان يعني، كان 2003 ولا حاجه يعني، عشان كده مش فاكرين. بعدين رحت تركيا لعبت هناك كذا سنه، السويد، رحت الاخرانيه بقى اخر حاجه خالص اللي هي كان السنه اللي فاتت كانت اسبانيا. بس يعني انا اللي هو في حته الاحتراف، انا لما يجي حد بيكلمني في اي حاجه في اي حاجة، انا بلعب في الاهلي وبعدين النادي ده هيبقى رقم اتنين يعني. دايما الاهلي هو رقم واحد، والاهلي رقم والنادي الثاني هيبقى بعد الاهلي على طول رقم اتنين. ففي انديه في دول كانت طالباني ان انا اروح العب هناك بس، ولعبت في فرنسا بس. في الوقت ده كانت فرنسا سامحه ان انا ينفع العب في الاثنين. دلوقتي فرنسا قفلت برضه وبقت لازم تلعب في الدوري بس زي المانيا. ففي الوقت ده انا ده كان دايما ولحد دلوقتي الحمد لله ده قراري دايما ان الاهلي، وبعدين نبقى نشوف بقى الدنيا تاني. فالحمد لله يعني الفتره اللي انا قضيتها كان فيها لا خبرات. و اصعب دوري يا سيد لعبت فيه؟ كان الفرنسي. فرنسي. كان اصعب. اصعب دوري. استفدت منه جامد. لان انا قضيت المعايشه كامله هناك يعني. انا في تركيا كنت بروح العب ماتشات واجي. نفس القصه في السويد، نفس القصه في اسبانيا، نفس القصه. انما فرنسا هي اللي قضيت معايشه كامله في البرو اي، ده اللي هو اعلى دوري هناك، فكان الموضوع صعب شويه ان انا بقى اعيش يعني 9 شهور بره مصر وبتاع. بس دي تجربه صعبه قوي بالنسبه لي ان انا اعملها يعني. انا كده تمام. صحيح. طب محمد، يمكن انا سالت سيد على اصعب ماتش واسهل ماتش، انا برضو ما سالتكش انت الموسم ده كان بالنسبه لك ايه اقوى ماتش، ومش هنقول اسهل لان طبعا باحترام لكل الفرق يعني، بس اصعب ماتش كان لك ايه؟ والله الماتشات كلها كانت صعبه يعني الحمد لله، بس هو اصعب ماتشات طبيعي اللي هو نادي الزمالك ونادي انبي. دول كان اصعب ماتشين يعني في الدوري. طب والقصد اقول لك برضو النتيجه 3-0 دي يعني الحمد لله، يعني ممكن تبقى 3-2 3-1، انما كل الفرق 3-0 بايديكم انتوا يعني. طبعا. احنا بنتكلم مع ابطال هم اللي حققوا الكلام ده. شايف الموضوع ده كان مفاجاه ليك ولا انتوا كنتوا متوقعين ده؟ والله الحمد لله انا كنت حتى بتكلم مع كابتن سيد قبل ما ندخل في الموضوع ده، بقول له احنا اول سنه نكسب الماتشات كلها 3-0، فالحمد لله ده دليل ان احنا كنا بنتعب جدا في التمرين، كنا بنتمرن اكتر، وده اجتهاد اكتر، فالحمد لله طبعا على النتيجه. يعني متهيألي انتوا حتى يمكن مع بدايه الموسم يعني اكثر المتفائلين كان ممكن يقول مثلا 3-1 3-2 بالظبط، لما 3-0 ده كان انجاز كبير. انجاز طبعا ما كناش متوقعين، بس زي ما قلت لحضرتك كنا بنشتغل. كنا بنتعب، فربنا كرمنا الحمد لله. طب قول يا محمد يومك بيبتدي ازاي؟ يعني انت مثلا عشان بس الناس تبقى عارفه يوم لعيب تنس الطاوله بيبتدي ازاي؟ بتقوم ازاي؟ بتروح النادي؟ بتقعد في النادي قد ايه؟ بتتمرن على كام فتره؟ يعني شو بنتمرن فترتين يعني، حد تلات وخميس عندنا الصبح، احنا بناخد الجمعه ريست، والباقي الايام بقى من السبت للخميس كل يوم
بتمرن من الساعه 11 لحد الساعه 1 ومن الساعه 6:30 لحد 8:30. بتقعدوا اليوم كده وكل والسايكل بتتكرر كل يوم على ما عدا الاحد والثلاث والخميس انتوا بيبقى عندكم بالظبط تمرين الصبح بالظبط. طب خلينا نستأنف معاكم الكلام بس نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل وارجع طبعا لنجومنا نجوم تنس الطاوله 11 دوري ورا بعض. ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد وبنستأنف حوارنا طبعا مع نجوم النادي الاهلي وابطال النادي الاهلي في تنس الطاوله كابتن سيد لاشين. اجي لك بقى في يومك يومك في التمرين ويومك اللي بتقضيه ازاي لان انت ليك كواليس كده وليك طقوس عايزك تشارك معانا جمهور النادي الاهلي فيها. والله الحمد لله يعني انا من الناس اللي بتصحى بدري قوي يعني 7 لما اتاخر في النوبه بقى 8 ده في كورونا في رمضان في اليوم العادي انا عندك قصه ماتش النوم. عندك اي حاجه بتصحى قصه النوم دي مش بتصحى بدري يكاد يكون مثلا بنام في اليوم 4-5 ساعات ممتاز في حياتي كلها عندي بطوله ما عنديش بطوله انا قصه النوم لازم طبعا الكوبايه المتينه بتاعت الشاي دي بتاعت الصبح بعد كده بقى اروح اقعد شويه واروح التمرين اخلص التمرين ارجع اتغدى ده الكلام ده اللي هو اليوم العادي اليوم العادي اللي هو مفيش تمام ارجع اتغدى وبعدين انزل على التمرين تاني وساعات بقى ابني حسين تمام يبقى عنده تمرين في المدرسه مدرسه الطاوله يعني فالمدام بتجيبه ونقعد مع بعض شويه في النادي ونروح يعني هتطلع لنا اسطوره زيك ولا ايه الوضع؟ والله هو لحد دلوقتي هو مش حابب الموضوع هو مطلع عيني هو مطلع عيني لسه ما طلعناش الاسطوره بس هو مطلع عيني هو 6 وشويه يعني 6 ما شاء الله لسه صغير بس في ابن اخويا بقى اللي هو ادم ده اللي ما شاء الله شكله كويس قوي ما شاء الله تمام يعني بادي وبرضه هما الاثنين فرق بينهم 15 يوم يعني بس السن ده لسه برضه يعني لسه يعني صابرين لحد ما نشوف بدي لك امل عشان تتفائل انا صابرين لو حد فيهم يعني ولادي ولاد اخويا كلهم واحد يعني الحمد لله وكلهم يعني اولادنا وانا ببقى فرحان اصلا لما يبقى في حد من العيله بيلعب تنس طاوله يعني انا بحب اللعبه دي زي ما تقول مش قصه بقى واسطه ومش واسطه لا طبعا جينات حاجه انا فاهم فيها وسهل ان انا انصحه فيها مش حاجات ان انا اخليه يسلك او يمشي بسرعه فيها لا هو ياخد حقه زي ما انا الحمد لله انا واخويا واخواتي كلنا الحمد لله بنطلع بدراعنا انا نفسي عيالي اربيهم انهم يطلعوا بدراعهم طب وبتخلص المدرسه وبتروح تمرين بالليل بالظبط كده ما انا قاعد في النادي طول اليوم طول اليوم بتيجي من الصبح ما تمشيش غير بالليل بالظبط الا بقى انا رجعت شغل من بعد العيد كنت واخد اجازه بدون مرتب ورجعت شغل من بعد العيد فبقى القصه اتغيرت شويه شغل واخلص وبعدين ارجع على النادي يمكن يا محمد يعني لعيب التنس الطاوله غير اي رياضه ثانيه حساسيه المضرب حسيت ايده الانجل لو نص درجه فوق او تحت تخلي الكره تروح في حته ثانيه فده عايز ساعات تدريب كتيره وتكرار كتير بتعمله ازاي ده في التمرين يعني انا بشوف انه يعني حتى لو معاك مدرب او لاعب فانت محتاج تمرين من نوع معين والله طبعا زي ما حضرتك بتقول الحمد لله احنا الفتره اللي فاتت كنا شغالين جامد على الحاجات دي طبعا مع الجهاز الفني بقياده كابتن اشرف عبد الفتاح وكابتن عمرو رضا وكابتن اشرف صبحي تعبوا معانا جدا في التمرين وساعات كنا بنزود كمان في التمرين ساعات كنا بنلعب يوم الاثنين وزي ما كابتن سيد قال احنا بنتمرن الصبح الايام اللي بتبقى عندنا الصبح بالليل بنقعد في النادي بنتمرن على كتير بتمرنوا يعني ثنائيات يا كابتن يا برضو عايزين اعرف الساده المشاهدين انت بيبقى انت على الترابيزه قصادك لعيب ولا قصادك مدرب ولا بتتمرنوا ازاي وهل بتغيروا مع بعض ولا بيبقى في ثنائيات بتمرن مع بعض لا بيبقى قصاد لعيب يعني مثلا ممكن العب انا وكابتن سيد مره انا وخالد انا وشادي انا وشومان وطبعا كابتن عمرو وكابتن اشرف وكابتن اشرف برضه صبحي ساعات بيبقى في غلطات معينه ممكن نعملها بيصلحوها الحاجات دي في برضه عندنا تمارين ميني بولز اللي هي الكور كتير برضه فعلى قد ما بنقدر هم بيحاولوا الجهاز الفني يغيروا في التمارين بنلعب ساعات ماتشات برضه عشان الماتشات لما نيجي نلعب نبقى جاهزين يعني افهم من كلامك ان انت برضه مستوى اللعيبه اللي بتتمرن معاها بيفرق معاك طبعا يعني طبعا يعني انت طبعًا. لو المستوى معاك عالي فانت بتتمرن مع مستوى عالي بس الناس فاكره ان هو انا ممكن اجي الصبح اتمرن لوحدي بقيت بطل لا طبعا انا حتى وانا صغير اول ما جيت كان مستر نيكولا اللي كان موجود هو اللي كان بيخليني العب مع كابتن سيد ومع كابتن عمرو مع كابتن اشرف صبحي زي ما الجهاز دلوقتي ساعات بيطلع لعيبه 21 سنه و18 سنه يلعبوا معانا عشان ياخدوا خبرات مثلا من كابتن سيد ومن اللعيبه اللي موجوده فده طبيعي يعني صحيح يعني رايك كده برضو يا كابتن سيد يعني تالي انت لو معاك مجموعه قويه انت بالتالي هتبقى اقوى فيمكن ده متوفر في نادي الاهلي مش متوفر في اي نادي تاني هو دلوقتي بقى هم يعني متوفر لهم كده بس فهمت. في الاول لما كنت انا في فرقه الرجال وهم كانوا لسه انبيالي
جاء النادي وهو لسه تحت 15 تمام، فتصعد بدري قوي كان لسه، فخد منك تمام؟ الخبره كنت انا كبير او انا المفروض ان انا اقوى منه وهو لسه صغير وبتاع، فالحته دي اتكسرت عندهم بدري فابتدوا يجمدوا بدري قوي تمام، وابتدى البيلي مثلا دخل منتخب رجال وعنده 17 18 سنه، فدي حاجه ما شاء الله احترف، دي حاجه كويسه احترف. بس هو يعني ان انت يبقى عندك ناشئين صغيرين بيحتكوا بالرجال من هم صغيرين. طب الرجال بقى يا كابتن سعيد، يعني انت دلوقتي اللي جامد في الفرقه، انت اللي جامد مثلا يعني، وانت ده انت اللي جامد حقيقه، بس انا انت مثلا يعني يعني مش هنقول اسامي تمام، اللاعب اللي جامد في فرقته هل يعني هو دلوقتي بيتمرن مع ناس اضعف منه، طب ما هو مستواه هيقل، بيستعوا ده ازاي؟ هو احنا عندنا في كذا جزء، جزء اللي هو التمرين مثلا المالتي بولز ده بيبقى جزء كبير قوي منه، ان انا اقدر اسرع نفسي، اداري عيوبي، اصلح عيوبي، اعمل الكلام ده عادي تمام. وفي جزء تاني عقلي تمام، يعني ان انا بمرن نفسي ان انا ازاي لو وقفت في الموقف ده، ان انا مثلا بلعب مع واحد صغير ازاي اعرف استفيد منه، ودي يعني برضو الواحد يذكر السبب فيها، كان اشرف صبحي، كابتن اشرف صبحي طبعا، وانا وانا كنت لسه ببدا، اتخذت منتخب ناشئين تحت 14 سنه وكنت ضعيف يعني مش جامد ولا حاجه، هو كان بطل مصر رجال، فرايح العب كابتن ماجد عاشور الله يمسيه بالخير قال لي العب ماتش مع صبحي، حنوا عليا يعني وقال له العب ماتش مع صبحي، فروحت العب معاه، فانا اشرف صبحي كبير وحاجه بطل كبير جدا، فجيت العب خايف طبعا اكيد، فمش عارف ارمي السيرف بتاعي اصلا، فهو قال لي كلمه غريبه، قال لي العب انا عايز استفيد منك. طبعا بالنسبه لعيل عنده 14 سنه انت هتستفيد ايه؟ انت ازاي انت هتستفيد مني وبتاع؟ لسه صغير. بعد كده بقى لما ابتديت اكبر فهمت ان انا دايما مثلا لما اكون بلعب مع حد صغير العب على نقطه قوته تمام؟ عشان احاول استفيد منها اكتر حاجه، فابتديت بقى يعني العمليه تمشي كده لحد بقى ما البيلي طلع وخالد طلع، وكان قبليهم او معاهم يعني عمر عاصر ومحمد طارق وكريم خالد، كل دول كانوا موجودين في النادي، وشادي وعمر بدير وبتاع، لحد ما بقيت اكبر انا واحد في الفرقه والقبليه خلع. لا يعني هي بتبقى كمان خلي بالك الروح حلوه برضه، خلي بالك يا محمد يعني الروح لما بتبقى مع الفريق كله حاجه واحده، وبتلاقي هو حريص عليك وانت حريص عليه، يعني برضه كلمنا عن الروح دي جوه الفرقه، ازاي بتتعاملوا مع بعض في حته ان انتوا كلكم فريق واحد، الجهاز الفني اختار اربعه النهارده ممكن يختار اربعه غيرهم، يعني كابتن عمرو كان بيقول الكلام ده، الروح دي بتتعاملوا معاها ازاي جوه الفرقه؟ والله الحمد لله، طبعا انت حضرتك بس ذكرت حاجه فلازم اشكر كابتن سيد عليها عشان حضرتك فكرتني بيها، اللي هو ليه فضل والله كبير جدا عليا بعد ربنا في الموضوع بتاع التمرين، هو اللي كنا قاعدين في شقه مع بعض واحنا صغيرين على طول، كان بيقعد يقول لي زود في التمرين، لازم تمرن فترتين وثلاثه ولازم تتعب عشان توصل، فانا يعني بقول لاي ناشئ صغير اتمرن كتير واتعب كتير وكده واكيد ربنا هيكرمك يجي عليك الوقت اللي هتعمل كده مع انا صغير. بحاول اعمل دلوقتي مع الناشئين الكابتن سيد كان بيعمله معايا، بحاول اقدم اقدر انصحهم اقول لهم الكلام ده كله سلف ودين، فبشكره طبعا مش عشان هو قاعد كله سلف يعني. بالنسبه بقى للموضوع الروح والكلام ده، هو الجهاز الفني بصراحه قايم بدور كبير جدا بقياده كابتن اشرف وكابتن عمرو وكابتن اشرف صبحي، بيحاولوا قد ما اقدر يعني يحاولوا يلعبوا اللعيبه كلها، يتكلموا معانا كتير، يقعدوا معانا كتير، احنا كلنا واحد اهم حاجه نكسب، والحمد لله في لائحه كويسه جدا في النادي اللي احنا اهم حاجه نكسب، ودي بتعم على الكل يعني أكيد. بس فالحمد لله ده وعرفت من كابتن انه حتى اللعيبه الصغيرين 18 و20 كابتن اشرف قال لي تعمل لهم عقود بس لازم يكون ليه رانك معين، وبالتالي بيتعمل له عقد، فبالتالي ده برده خلى اللعيب الصغير حس ان في ثمره بالظبط، بتبقى ان الراجل مضيت عقد مع النادي الاهلي، ولا رايك ايه بالظبط؟ الموضوع ده معمول من زمان ايام لما كان دكتور علاء رئيس الجهاز، وكان بيحاول قد ما يقدر يعمله، وعمله معايا وانا صغير انا وعمر عصر ومحمد طارق قبل كده، فانا شايف ان الموضوع ده مهم جدا يعني. شايف برضو نفس الكلام يا سيد، شايف ان اللاعب الناشئ لما يحس انه مضى عقد والنادي الاهلي مقدره في الوقت اللي الانديه الثانيه يمكن ما بتعملش كده، شايف ده برضو يعني حاجه كويسه للناشئ؟ هو اي تقدير بالنسبه للناشئ كويس يعني، في ناس ممكن تفرح انها خدت تريننج، خدت تيشيرت، خدت جلدة مضرب، خدت حاجه، اي تقدير، فما بالك لما يكون عقد
تمام، وان انت النادي مقدرك وحاسس ان انت لعيب بروميسنج وهيبقى لك مستقبل عندنا وتشد حيلك، والعقد النهارده مثلا بقرش بكره هيبقى بقرشين، والدنيا هتوسع معاك وهتبقى واحد من قماش هتطلع قماش جامد. فالكلام ده، الكلام ده بالنسبه للصغيرين حاجه كبيره، بس بيبقى قصادها بقى ان انت لازم تحافظ على الكلام ده، تتمرن اكتر، تركز اكتر، تحاول تجيب بطولات. كل بطوله انت بتلعبها بتبقى مركز على رقم واحد، مش مالكش علاقه بالناس اللي حواليك بتعمل ايه، انت مركز على الهدف بتاعك بس، اللي هو ان انت ازاي ابقى اكسب البطوله، وازاي يعني ده ازاي بالتالي هيرفع الرانك، ازاي اكسب البطوله في الفردي، ازاي لو انا بلعب فردي ازاي اكسب البطوله، او ازاي نكسب البطوله في الفرق كفريق، وده بالتالي هينعكس على الدرجه الاولى. يعني اللاعب لما يطلع وخلاص هو خد بقى ان هو رانكينج وانه بيكسب وبتاع، هتلاقي نفسك ايه ماشي، وهي دي الاستمراريه، هي ده ميزه النادي الاهلي. احنا حلقه، انا عندي 40 سنه ما شاء الله، وفي فرق، في ناس في الفرق معايا تمام، اللهم لك الحمد انا وصلت ان انا بقى معايا ناس في الفرقه عندها 18 سنه ما شاء الله. فانت متخيل الفرق السن، بس اللهم صل على النبي، يعني نمسك الخشب. لا اللهم لك الحمد، لا اللهم لك الحمد، لا انا والله انت كاسب السابع المصنف في السن من انا فرحان، انا فرحان، انا بلعب وانا مستمتع تمام. كان جالي فتره وانا بلعب وانا مضغوط، دلوقتي انا بلعب وانا مبسوط صحيح تمام، معايا ناس في الفرقه تشيلني، وقبل كده كان معايا ناس في الفرقه صحيح. يعني كان عمرو عشان انا بقول عمرو مش كابتن عمرو، يعني عشان عمرو زميلي تمام، عشنا مع بعض سنين، وصبحي لما اقول صبحي اشرف صبحي عشان زميلي وعشنا مع بعض طبعا سنين طبعا. هم دلوقتي بقوا مدربيني وعارفيني وعارفين شخصيتي وعارفين طريقتي، فكل دول تمام، هو كل الحاجات دي كلها بتصب في مصلحتي انا كلاعب، ان انا الناس دي انا عارفها وهم عارفيني وعارفين عاداتي وانا بعمل ايه قبل الماتش وبعد طب يا كابتن الماتش وبتاع. بعد عمر طويل ان شاء الله، يعني احنا يعني ربنا يديك الصحه وطول العمر، عايزين لك تعمل ريكورد وتفضل معانا كده ان شاء الله، يعني لما تعمل ريكورد بعد ان شاء الله ما يعني تعتزل اللعب، عايز تتجه للتدريب ولا عايز تروح يعني تتجه لاني كارير؟ خليني يعني انا بحب اعمل الحاجه اللي انا حاببها تمام، فانا بحب البينج بونج اللعبه طبعا. نفسها انا بحبها، عايز تفضل انا بحبها، بس انا برضو مش من الناس اللي شغله نفسها بالمستقبل قوي، تمام، فانا خلينا كله على الله، يعني ايه عالم بكره في خط فين، فانا صحيح. مش عارف، فانا بحب اعمل اللي انا بعمله دلوقتي، احاول اجتهد فيه على قد ما اقدر، وبكره انت شخص جميل يا كابتن، انت شخص جميل والله، وحاجه شرف حقيقه ان انت تشرفنا ببرنامج الابطال، وكابتن سيد لاشين طبعا نجم النادي الاهلي في تنس الطاوله، بشكرك ونورتني وشرفتني في الاستوديو، واتمنى لك مزيد التوفيق. كتر خيرك يا حبيبي، ربنا يبارك لك، ومتشكرين على الكلام اللطيف ده. احنا متشكرين ليك على البطولات يا كابتن. بشكر طبعا محمد البيري نجم الفريق، ربنا يخليك، يعني يمكن اول مره نلتقي يعني على شاشه قناه الاهلي، بس حاسس في عينيك الحماس وروح النادي الاهلي، ربنا يخليك طبعا. لو صميم انا بقول لك حسيت الحمد لله، يعني من غير ما اتكلم انا بس كنت عايز اشكر والدتي ووالدي واخواتي على كل الفتره اللي فاتت، الدعم والثقه والمسانده اللي هم كانوا معانا، بنشكرهم معاك، ربنا يخليك، شكرا لك. اعزائي المشاهدين، دي كانت قصه ابطال من ذهب، 31 دوري 11 مره على التوالي، الحقيقه لو عندنا وقت نديهم ساعتين ثلاثه قدام الشاشه هنديهم، لان هم يستحقوا ده، والبطوله زي ما قلنا احنا كل واقفين مع كل الالعاب على مسافة واحدة، لأن الإنجازات بتحصل في كل الألعاب الحقيقة. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، انتظرونا إن شاء الله يوم الأحد القادم، وقصة جديدة وبطل جديد والأبطال.